بتفكر تشتري عربية وفلوسك على قدها، البنك ده حللك المشكلة. لو بتفكر تشتري عربية لكن الميزانية المتاحة محدودة، دلوقتي تقدر تشتري عربية مستعملة بسعر مناسب، لأن كريدي أجريكول بيقدم لك أسرع وأسهل برنامج تمويل بيلائم كل احتياجاتك. أما عن التفاصيل، أول حاجة هي الورق المطلوب، بطاقة رقم قومي سارية، إيصال مرافق حديث، كمان أصل عرض سعر السيارة، شهادة تقييم من مراكز الخدمة المعتمدة أو الوكيل الرسمي للموظفين، وخطاب من جهة العمل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، كمان سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لمدة 12 شهر. أما شروط التقديم فهي يكون سن المتقدم مصري الجنسية، ولا يقل سن العميل عن 25 سنة وما يزيدش عن 65 سنة في نهاية مدة التمويل. أما الخصائص والمميزات فهي أسعار فايدة تنافسية، تمويل بيصل إلى 70% من قيمة السيارة، قيمة التمويل بتصل إلى 750 ألف جنيه مصري، مرونة في فترة السداد بتبدأ من 6 شهور ل 84 شهر، سهولة وسرعة الإجراءات، تمويل السيارة من خلال الموزعين المعتمدين لدى البنك، الحد الأقصى لتاريخ التصنيع 10 سنوات.